السلام عليكم، هتكلم معاكم النهارده عن ازاي تربح من خلال التدوين على الانترنت او العمل على مواقع الكتروني والتدوين فيه. طبعا الناس كلها تقريبا بقى عندها مواقع بتشتغل عليها وبتربح من خلال التدوين ومن خلال عرض اعلانات من جوجل ادسنس او شركات تانية. العبرة في انك بتدون ومن خلال انك بتحصل على زيارات او بيجي لك زوار من محركات البحث او من الميديا عموما، فانت كده بتحصل على زوار وتقدر تربح من خلال الاعلانات من خلال تدوينك على الموقع الالكتروني. طبعا هتكلم عن ازاي تبدا تعمل موقع الكتروني، بالاضافه لازاي انك تبدا التدوين وازاي تختار المجال اللي هتدون فيه وازاي انك تعرض اعلانات على الموقع. خلينا اول حاجه نتكلم عن الموقع. هتعمل موقع ازاي؟ الموضوع سهل جدا، كل عليك انك تدخل على سواء بلوجر او ووردبريس، او عفوا ووردبريس. طبعا لو انت ما عندكش ميزانيه تعمل موقع على ووردبريس، تقدر انك تبدا من خلال بلوجر، من خلال انك تعمل مدونه مجانيه، وفي شروحات كتير بتعرفك ازاي تعمل مدونه على بلوجر. طيب بعد ما عملت مدونه على بلوجر او عملت مدونه على بلوجر، فانت تبدا انك تدون عليها. خلينا نتكلم برضو عن ازاي تعمل مدونه على ووردبريس. طبعا نفس النظام، في شروحات كتيره برضه بتعرفك ازاي تعمل مدونه على الووردبريس او موقع على الووردبريس. طبعا الهون الافضل، طبعا الووردبريس افضل، ولكن للناس اللي ما عندهاش ميزانيه تبدا بالبلوجر. الووردبريس انت مالك الموقع بالكامل، معاك دومينك، معاك استضافتك، معاك داتابيز بتاعت الموقع وكل حاجه تبقى معاك مستقبلا. لا حتى لو الموقع ده بقى براند، بقى مشهور، فانت مالك الموقع وحاجة بروفيشنال ومشهورة جدا. طبعا لو الناس اللي عايزة تبدأ بلوجر مفيش مشاكل. طبعا بعد ما عملت الموقع هتبدأ انك تختار النيتش اللي هتشتغل فيها. تختار النيتش بناء على ايه؟ انت مثلا بتحب التكنولوجيا، بتحب التقنية، بتحب تكتب مثلا عن معلومات، بتحب اي مجال بتحب تكتب فيه او بتحبه، فانت هتبدأ تدون عن المجال ده. طبعا الناس اللي هتنشئ مدونه وعايز تربح من اول يوم، طبعا مفيش الكلام ده. انت اقل حاجه عشان تبدا تحقق ربح محترم قدامك 5 6 شهور تدوين مستمر، مش اقل من مقالتين يوميا على الموقع ونشر في السوشيال ميديا. وطبعا بتتعلم بعض الحاجات البسيطه في الاس اي او عشان تبدا انك تتصدر بمقالاتك. طبعا ده كله بتشوف شروحات على النت. طبعا بعد ما بتشتغل على الموقع بتبدا انك مثلا تحقق 200 زياره يوميا، بعد 300 زياره ممكن توصل 1000 زياره لو نيتش بتشتغل عليه مجاله كويس او اكتر. فانت بالتالي بعد كده، بعد ما المدونه تبدا تجيب زيارات كويسه من اورجانيك ومن السوشيال ميديا، فانت تبدا تختار او تقدم على جوجل ادسنس عشان تبدا تعرض اعلانات على الموقع. وبرضه الحاجات اللي انا بتكلم عنها دي لها شروحات كتير على النت، فانا مش عايز اعيد في الشروحات، انا بديك الفكره بشكل عام. فانت تبدا تعمل قدم على حساب جوجل ادسنس. طبعا شروحات كتير بتعرفك ازاي تقدم على حساب جوجل ادسنس. طبعا بعد ما تقدم، طبعا تتقبل بعد ما بتستنى على الموقع زي ما قلت لك 5 6 شهور بتشتغل عليه مستمر وتبدا تعمل له اس اي او. انت من خلال انك تتعلم اساسيات بسيطه جدا من على النت، بعد كده تبدا تعرض اعلانات، تبدا تحقق نتائج كويسه جدا. وبرضه لو عايز تزود دخلك، تقدر انك تعمل اعلانات على الفيسبوك بالمقالات بتاعتك دي، هتبدا تنتشر وتحقق منها نتائج كويسه جدا. وبرضه اتكلمت عن المواضيع ديت ورابطها هتكون تحت في الفيديو. الموضوع حبيت اتكلم عنه ببساطه جدا. طبعا تجربتي في التدوين كويسه جدا وشغال على كذا موقع والموضوع كويس جدا. فانت اول حاجه هتبقى تتعب بس شويه، تتعب لك بتاع 6 شهور سنه انت بتعمل مشروع لقدام، مشروع هيفضل معاك على طول، براند، بتبني براند خاص بيك ممكن يصيط معاك بعد كده وتبقى تتشهر بيه بعد كده. بس هو ده الموضوع اللي حبيت اتكلمه النهارده. تعمل لايك الفيديو وتشاركني على السوشيال ميديا وتعمل اشتراك للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله.